قبل لينا كلها في ارض تجي بس الرجال اسرع عيال لا ما لا منهم بغينا نموت يطلعون من الفياض يروحون للنهود، النهود قريب. لما ينزل عليهم الماء. ايه الحمد لله تقوم الصبح كلك ماء. تشوف الفيضة كلها بيضة. يا الفجر. يا منها اخذت كذا ساعة ساعتين كذا تشوف. يا فبشتة ودائما البرد ولا صار فيه نداء لا تروح دور لك دماث ولا نهود، إذا ما حولك نهود دور لك أرض دماث. وروح ارقد فيها لان الارض من تحت ثلج 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 عمرك سنه والله ما ينفع بك 2005 خلي بكمل سلف دقيقه والله كاشتين يوم انا توي جاي من الرياض واجي قال فيها رمال ها فيها رمال وش سموده هولين عندها رمال وش رمال رمال عندها هي نهود حول نهود كلها نهود هي نهود وحجر كله هي. ايوه ديارنا كلها نهود وحجر فيها نهود وفيها شعبان وحجر المهم قالوا لي هالي والله العيال طالعين وين قالوا لي مكان فلان ايه هذا صالح ايوه وراح الحي لي يمكن يبعدون عني ما يقارب 200 كيلو واركب الجيب اروح يوم اني جبت حول الشبكه ذكرتني الشبكه ولقالك العائله اهل الحلال اهل ايش اسمه اهل الحلال حاطين غرفهم برا والحلال داخل تقول كأنك جاي لك المدينة هواي في الليل كاشتري المهم عجبني المنظر واروح ادوج بينها حلال دخلت داخل امه محمد لا انا ما دخلت انا اشوف العالم ممكن سيرته واللي ياخذ من عزته وفرشته بزاوية الشبك فيه يا رجل تجلس تشوف راس الرجال من الربيع الشبك اللي فيه ما شاء الله واستانس وادوج وطيح لي في ناس عند المحطة وارجع قلت اروح اشتري لي شيء اجل وبرجع اروح ادوج بين العالم ومره محطه وقفت عند المحطه وذلك يجي يلقوني ناس يعرفوني اي محطه؟ محطه شو اسمه قبل يسمون محطه ايش اسمه الشمري حق البل راعي البل من هو؟ طوالة الشمري راعي البل راعي البل وش اسمه؟ اي صادق في هجره ايه شو اسمه؟ ما هجره شو اسمه؟ عرفت الزاين شارك ايه اللي ما شارك مره بس ايش اسمه صادق ترى الله يجزاه خير ترى حاط شيء بحق ماء ايه ومن جاي ياخذ منه ايش اسمه يا اله نسيته المهم اقول لك ناس يعرفوني ويعزموني يبرشوني اروح معهم دواسر اللي في الكويت دواسر شمري اللي في الكويت دواسر اذكرهم بالخير ما ادري والله مو بالكويت والله ما ادري وين واسحب الاخويا واخليهم واروح لهم حقين البل واجلس معهم واستانس وسوالف يا زين هذا اي والله الين اظلم الليل واتعشى وادور مع دربي لها اسحب على اخويا اسحب على اخويا قلت ما ابي اخويا ولا حقنا عليهم والله رجل نتعرف عليهم زورو وتاخذ عيون زورو اسوي لك زورو حالي طالع استنست لقيت ناس اقول لك طالع ابوي دق 40 لبره انسولين 40 مع النهار و40 في الليل حلو يعني 40 في النهار و40 في الليل 80 اذا رحنا البر يدق 20 بس ويهبط معه يعني شوف كم نزل جرعه نزلها 60 وعاده يهبط معه من قوه الوناس اقول الحين عندنا في ابها اوه يا امطار شيخ مشكله ديار الجنوب ما هي بشرحه جبله جبال ديارنا هنا شرحه صح صح هي زينه عز الله انها زينه براد وما شاء الله لكن اقسم بالله انها جاتنا امطار انها قفلت علينا في البيوت ما نطلع شفت الشجرون الجبلية حتى لو ذاك امطار يا اخي ما تستمتع ما تستمتع ايه يا ولد حتى لو شفت شعبان وفارت يا خلود يا تنبسط انا اتكلم واقول لك ما هي بشرحة اهل الحلال صار مو منزل اهل الحلال ودهم بالارض المنطرح ايه صح احنا لو جانا الربيع اهل الجنوب يحلون يمنا ايه في الربيع شبكه الامير سلطان اللي افتحوها العام ناس جايين من وادي الدواسر تخيل شوف يعني اتكلم عن 15 يوم شادين رايحين شمال 15 يوم 16 يوم شوف جايين من وادي الدواسر كيف 15 يوم يمشون كم تمشي البل في اليوم انطارت طارة 80 كيلو احسب لا بعضهم يشيلونها في اوه قصدك قاعده تمشي تمشي البل اي تمشي اي 15 يوم 16 يوم يسمونه تدري بعدين ما يسمونه ما يسمونه ما يسمونه كم شديت لا ما يسمونه كم قطعت كيلو كم شده شديت كم شده يعرفون شوف هي يعرفون كم مشى كيلو منيف الحين لما راعي البل لما اقول شد خمس شدات كم كيلو مشى؟ تعرفها؟ انا ما اعرف بس بعطيك انا اللي بعلمك طال عمرك شوف بعطيك توقع اقل شيء اسلم
أنا بتوقع، أنا ما أعرف بس بتوقع يعني خمس شدات. كم تتوقع الشدة الواحدة؟ كم كيلو تقطع؟ أيه. أبو من 25 إلى 30. لا ما لك جواب. أقل شيء، أقل شيء 80. أنا أقل، لا 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 80 هذه الصفر والوقت اللي يمشي وبو المطبع هذه اللي تمشي 80. شوف إذا كانت أنا بعلمك هي طال عمرك من 40 إلى 80. الثمانين طبعا تعتبر مضرة لأنك تهلك حلالك، أنت موديها للربيع عشان تسمن. أنت معك ابن القاح قدها بتولد، صح عرفت، معك ناقة ضالع، فمن أنا اللي أقول لك المتوسط 50-50 هذه زين، بس في ناس ترى يصلون 80 لكن نصها هجيج ونصها أيوة. ماشي توصل في الليل قدها ولما جاء طال عمرك دار عليها أسبوع إلا واحدة بطنها قالين كذا، أنت موديها للربيع، موديها تعين من الله خير. قلبت ليه ما يودونها بسيارات؟ قلبت سباق ها؟ ها؟ ليه ما يودونها بسيارات؟ عادي شلة، بس ترى الشل اللي يوجع بعضهم يعني بعضهم يقدر يشيل السيارات بس يستمتع بالرحلة. اي مستمتع. سنة 2005 طال عمرك جانا مطر، كان الربع كلهم متجمعين عندنا وراحوا، جانا مطر والأرض ها كانها بتربع شوي، عقبة تردت الأرض قال أخوي ايش رايك نشد في الروض الفلاني؟ قلت أبد، ونشد يا طول العمر خلي العمال يرتبون العزبة ويرتبون كل شيء، والنام صارت العشاء قد هم ميتين، عرفت؟ قلنا لهم ابنوا الخيمة، ما نبغى ننام في الكرفانات، كنا ابنوا الخيمة يبنونها، حتى الفرش ما قد حطوها، ما بالأسليب باقات حاطينها، أنا هنا ومثل أخوي هناك، توعينا كذا إلا كان حنا في نهار البرق والسيل بيني وبينه في الخيمة. طلعنا برا طلعنا برا الأرض يا طول العمر كانها قزازة، مقطع السيل مقطع البل مخليها مجموعات. يعني مزاكم وادي ولا شلون؟ لا لا مو وادي، بس من قوة المطر ايه؟ جاء سيل، بس مو بذاك السيل اللي نطلع طول العمر الا بالفرقة. الغنم كان عندنا غنم ذبايح حاطينها شوي متنزحة عنا، كنا بنركب نركب الجيب يا طول العمر، كنا بنروح له ونجينا في مسيلة، اول ما دخل خشم الجيب قاعد يسوي كذا، اللي دريك انها طويلة خشم الموتر قاعد يسوي كذا، ونرجع ونوقف وننام. يوم جينا مع الصبح الله طيبة وما فيها شيء، اسبوع الا والله كنك فارش الارض، كنك فارشها فرش ما شاء الله، كنك فارشها فرش ما شاء الله. حتى جاونا العتبانة هالنجد وكلهم جاونا. شوف الحين المربعانية باقي لها 15 يوم، ترى السنة ما جاء برد. لا ما جاء برد، ما جاء برد، بس الارض يبي لها ولي، يبي لها مطر ان شاء الله خير، وانا متفائل خير ان شاء الله انه خير جاي. لو جاء نهاية صدق المربعانية صدق وقت طلوعنا بيجي عالمي. ايه مع الربيع، مع الربيع صح، عز الربيع بس انها تكون ارض مربعه. بس تدري ان انا متعتي، تدري متعه الامطار اول ما تنزل انها اكثر من الربيع. اكثر نفسها من الربيع. الربيع ترى يجمع حر، لا فرحتك بالامطار وروحتك وعستك للارضي. الربيع خلاص هو جيت، حتى يجيك مع سماق يسمونه هو سماك، خلاص يصير فيه شمس، ولا منك جيت الظهر تزهق الدور الظهر. إيه لا بس راعي الحلال استأنس، لا شاف البل مربع استأنس والله، لونها في حر ولا هلا برئيس البلدية المخلوع. ها والله ما فيني حيل يا طويرش، تحية نظر بي والله وجهك، الله يعزك يرفع قدرك. ها مدى ما فيهم خابط كلكم رئيس البلدية المخلوعين. ما لعب ايش؟ نلعب لعبة جدتكم عليك تنشطون أبد. يلا ما انت بغانا نكسر اليوم، البارحة كسرنا من دفنا، اوه هو اللي كسر روح كسرنا هو قبي هو يكب الأرض ما يهزلك، تدري شلون طيحته؟ كذا على وجهه، عشان على وجهه طاح هو خذ هذا ويركب أبد 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 ما العيش سون برا سون يدورون سون سون اي ما ادري ما شاء الله عليه يا والله يا اخوي والله ترى عاده ثاني فنجان بالعافيه يا رجل بالعافيه الله يذكره بالخير اللهم مرتي قد سقيتك يا ابو فيصل حبزح منك انت مثل ما تعلق علينا لو صرت قوينا احنا نعلق عليك مثل ما تعلق على راشد اي راشد الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير اهلا لك يا راشد يا ريجي محطه الفروه بلت والله البقشه يا شين المرض شينا زين العافية الله يشفيك العافية لا تنسى راوي ثمان امحق ثروة العافية لا تنسى راوي ثمان تفطر تو انتبه ها؟ تو
افصهم. لا ما ينفع خلاص. ولا حطه بالنشاب خالص. شوف شوف. لا حطه بالنشاب يروح على طول. نحطه بالنشاب ولا شيء. خش. انت راجين اليوم قلت في المطبخ يا جماعه حر يا جماعه اسمع اليوم قلت لهم في المطبخ يا جماعه وين سالم والسبعي التحدي ما يجي الرجال دونه التحدي ما يجي الرجال دونه اتحدى وشو تدري ليش ما رديت؟ دارني خسره انا في المطبخ والله لو اطبخ لك اطلق كبسه حظي اعرفه تلقى قطرة ماء هذا مخس ما اتحدى ولا مر هذا طبيعي واحد فايز وواحد يسجنونه واحد واحد يسجنون ارمي الكتاب ارمي سعد ها تبع من عطنا الكتاب يا جماعة ما حد عنده حلبة ما شاء الله ابو فيصل ماخذ مكان برش سعد ارمي لي الكتاب حلبة لا والله عندي 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 امي اعطتني شو اسمه والله لجات عن الخشه دو خشه بدو بجيب لك عزره مو فيني خشه فيني دخله ترى امي اعطتني اياها يوم جي ذا قالت لي خذها لك ولاخويا والله والله انهم صدقوا اللي سموها مرخو خلي الواحد الخمر ربع تسكت لا قوم الحين خلي الواحد الخمر اهدى قد من اللي قد جت الحمى القوية كملت حدسي انا كملت حدسي انا طيب الحمى اللي ترقف اللي تخليك تبكي ما هو تدري ايه تدري تدري واحدة تعدت درجة حرارة تحب راسي 39 ونص يبدأ يهدري ما يدري شو يقول ادري انك طيب عشان كذا الطيب منبعك طال عمرك غصب عليك وطرق على خشمك بس عدت درجة الحرارة 39 ونص يبدأ الواحد يهلوس ما يدري شو يقول احسن ما اقول جاتني الحوش هناك عقب شهر من زواج دفتري ما شفته والله والله صاري دب دب تدري قبل شيء عبد الرحمن الطيري هو اللي معي يوم دخل المطعم ايش قال؟ قال يا قسم العوائل مو وراه قوها من يقول؟ والله الجبهه ايوه قبل شيء صيح ذا قال يا حوش الغنم هناك صاري دب فوزان فوزان برينا فوزان داخل زور الحصان زورو دخل بالحصان لا كذا ماسكه بس يا دخلنا قال دمجد فوزان يا زورو انت مستعجل حصان وش السالفه؟ هو دخلنا يوم خلاص بطه واخذه وروح ارد مكان والله العظيم ذا ذب وبذب وصحيح ولابد من العيد اللي جاب عبد الرحمن والله يا جاب عيد سلمك هديه غاليه العيد انت سمعته العيد حقي هذا المشكله هو اللي ما سمعته بروح بعد 10 دقائق الله يستر عليك اللي ما انتبه ضروره هذه هديته اجمل من لا لا الله يستر عليك يعني ثاني قال هذه كتب لك ما عليك من ابو كاتم يخصم زي ما يبغى مدري ايش يقول قلت خذ خذ كتبك رجع والله ما سمعت انا زيد يرخصم وخر وخر ثاني وراك بس دقيقه بس بكتب يا حبيبي سيدي سالم يا سالم يا سالم يا سوار يا حلال حلال اورا يا ما شاء الله عليك منو الصيد والله هي انا ما سمعت الا يمني ولف الشمير يلا تعرويت يا الله عطر والليل ما سمع عليك عطى وحده وش هي؟ سود ها؟ سود اللي جاء اي والله اعطاني واحده الله طوط ذا الوجه شروبه فنجان شروبه بيض الله وجهك قاعد تكتب لهم الطاعه اللي جابها ايه اصبر عليه دي عطى الطويل لا همن لك انت لك انت والله ما سمعت صالح عطى الطويل ما انتبه اللي معنا سمعي نظيف ما يدخل الا شيء ايش معك فيها؟ تعال تكهي بجنب ايش معك فيها؟ كلمت 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 بس توني متقهوي اه يا ابو غنى لا حدين هات طيس تقصدهم ولا تقصد ها تقصد قوم زور ولا قوم المعززين اللي معك لا لا قوم زور ها قول رحمن تبي تقهوى ولا ايه قول لي رحمن اشتغلت كهو رحمن وش اللي اشتغل تجيب الطاعة ذا تشتغل اصلا قهوة لا لا كيف حد جاكي قهوة بس سكرم تبي تعشى شوي الغاز وينه؟ هذا الشنطة اوه
والله نشوف قصه من هذول المشاهير في صفحه لا لا غلط يا محمد ما قال ما بكذا خلاص قد راح حط هذه من ضمن ذيك معها اي اسلم عليك والله بعديك عط في صفحه هذا مش ايش مكتوب مشاهير الادب بعديك والله ادب المشاهير في صفحه لي انا تدري شوف صورتي بعد الرجال ذا صورتي بعد راح بعد راح راح اوف من ايش صورتي صورتك ولا فارس خلا بالله انت عين محمد وانا تعبانين تضامنا معنا اي على طول ليش تعبانين انت يا لا والله انا عندي ابره بعد شوي وزع السماوات ايش عندك جايب طاعه لا والله لا والله شو بك اشرح شو بك يا سق الله ماضين قف عنا والله فيك اشرح تعال تعال لبس فرو حسيت اني محترم يعني حسيت انك رجال تعال ها هاي لا مستقبل تعال تعال حسيت انك فقر ما جاء تعال ابو تركي ابو تركي تعال تعال والله الفرع كم مقاس ولادي ذا ولا لا والله تعرف تركي ذا ضحكت عم سعود نو تشارلي نو نو تشارلي لا شفت اللي قلد عليه يا تشارلي اكيد قلدنا انا مريم بالله تعال تعال ابو تركي تعال تعال بقول لك شيء ابو اقول لك شيء تقول حذري تعال اي والله لا بقول هنا عفوا اذن يا قلم رصاص بالله تعال انا عطني قلم خلنا اكتب ماني بصابر لاني اروح لا ماني قاري عطني قلم يا ابو سؤال يا عيال عسي اللي يجاوب عليه بسرعه هذا عنده سرعه بديهه كم عدد صور القران يا اخو 14 يا حين عليك 14 130 كيف 14 114 114 طيب كم حزب في القران ابو شاور اسكت ذنب ها يا حزب 60 حربي 60 يا محربي 60 يا ابو علي عطني عند الشحن هذا والله بعطي طيب لا بقول لك شيء في خاطر انا صادق يا عيال ترى كلنا ولدنا ولاده طبيعيه هذول طالعين من المضاربه يا اخوي ايش السالفه يا اخوي ايش السالفه بس اقصد بالله ما تخصمت عند اخوك وانت قلت الاولاد انه يطلع الاول هذول طلعين تحت حق المصارعه هذول يلبسون الثياب حق ملاكمه طالع لا تتكلم فيها ليش تروح الساعه كذا تتكلم فيها طيب ما يشربونهم حليب يا بندر علي شربون بروتين بروتين اذا عندي مشكله في الظهر ليش ايش فيك هذا بالله يا عمرك هذه جيس انت بس تدري انت ايش محل سيارتي خلاص عادي ها عطني عطني ورقه خليها اقرا تعال ابو تركي عطى انا اقرا لا ما يصلح لا ما ادخل احد شهران يا شهران بعلمكم بعلكم سالفه انتم سالفه بس قبل سالفه في حاجه بس بنشوف ليش تغيرت ايش عندك سالفه ابو فيصل عندي قصيده هذه قصيدة للشيخ ركاب بن حذرين شيخ العجمان يوم انه كان بالاتراك مسجون عند سجن اتراك إيه وكان معه واحد من اخوياه خليل يا صالح لا انت وايد خليل اكيد انه هي رويلي اسمع قصيدة ركاب بن حذرين قصيدة ركاب بن حذرين كان مسجون بسجن الاتراك كان رفيجه خليل ما هو ذاكرين قبيل ولا هو قال قصيدة هذه قصيدتي هذه شوف واضح من اسمه خليف انه شمالي بين شمالي او كاد انه كان يسليه في بعض الوقت او يشوف ركان خاطر ما هو طيب رد عليه ركان يقول يا خليف انا قلبي همومه تعوقه عزي القلب مولع جاه ما جاه قلبي كما طير انت تله شبوقه يبي العشاء ومجود الطير خلاه واجدي على ربعي دبشها تشوقه ودي عليهم والحق الويل ويلا ويلا لا قالوا الصمان نظت بروق من هجر ناتي بالمدلل ونرعاه بجمع ضرير ماضيات طروقه دايم طروقه من قديم مخلاه نهاج جزلات الجماه يغبوقه كم شيخ قوم بالملاقات ناطاه هواش من شبل الضرايا نعوقه لازم كبير القوم تكثر نعاياه وقصيرنا الناموس يمشي بسوقه على الكرامه لين تقفي رعاياه نشيل حمله من على وسوقه ومن بيننا يقلط على موخر الشاه هذا طبع كان عند العرب ان الضيف لازم عند موخر الشاه عشان يدسمون شاربه الشحم والموهبه موخر الشاه اتوقع اي ليش تغيرت؟ تغيرت ما ادري كانت اول كل القبائل اغلبها اذا جاء الضيف عند موخر الشاه عند الشحم الحين عكس ترايا لا خلها يجلس على الجنب ولا على الجنب ولا ليش تغيرت؟ لازم يقابل الظهر ايه وهذه قصيده ثانيه معروفه ما ادري والله سبب تغييرها والله اني ما ادري انا بني ابغى اسال سؤال قبل ما تقول قصيدتك
يا اخي الحين لما مثلا احنا نقول لواحد على شحم، احنا عندنا الشحم ياكلوا رجال مجالس، بعض الناس يزعل يقول لك ليه هاب شحمه، يعني اقول لها بلحمه. انفهمت 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 انها ناسب انفهمت ها انفهمت. هذا غلط يا اخوي، الناس تقدم رجال على الشحم بس بعض، لا بس بعض يزعل ليش شحم الزيت ولا شحم، لا 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 غردي انا الحين اقول لك على شحم ما ثي سكتك. ايوه ويزعل من التسكيته ولا هي ما فيها شيء الشحم. لا لا بعضهم لا يزعل على الشحم، بعضهم يزعل على الشحم. لا وقل لي اسكت ولا تقول. وازيدك من الشعر بيت، والله هذه في الطائره، والله في الطائره احنا مسافرين انا والظهري والفوزان. طيب واحد جاز واحد سلم مع اخويا، المهم اخويا يستلم قال استغفر الله. اخويا قال لي غلط. عجبني رد الرجال ذا، قال يا اخي استغفرت، اذا استغفر الله معناها انك غلط. استغفر الله يا الغالي. الحين هذا واحد قلت له استغفر الله قال لي ما بعاجبك، ما بعاجبك غير رجالنا استغفر، صح ولا لا؟ صارت في مفاهيم غلط واحنا شن نصححها كيف؟ نصححها ان شاء الله مردغناك ونطبق والله. والله كفو على شحم يا منيف. سعني هشوت هشوت من الله. هذه قصيدة ركاب من حذرين المعروفة. يقول تذكر جمع القبيلة وزفت مجالس معروف الربع هذا الإجماع. يا ما حل الفنجان مع سيحة البلد. الله هذا قد سمعتها مني في مجلس ما فيه نفس ثقيلة ثقيلة. هذا ولد عم وهذا ولد خال وهذا رفيق ما ندور بديلة بديلة. يا ابو هلا طير الهوى خبث 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 البال صح؟ طلع ضعيف والحباري قليله، يالله يلي طالبه ما بعد قال، يلي من الضيقات ينجي من الضيقات ينجي دخيله، في رجل من قلبه غدا فيها والوال، والنوم ما جاء عينه الا قليله، لا من ذكرت رموش وقت لنا زال شوف الفياض وفقد عزه القبيله. يا زين يا زين شدتهم الى روح المال، يتلون براق تلاله مخيله، يسقي خسيفه وثمان والثمان ارضهم سال، اي ديارهم مرتع خسيفه وثمان وارضهم سال، مرتع معطرة السيوف الصقيلة، حماية الساقات والسيف همال، وينوش حسنة والرديفة مثيلة، قد السلف واستجنبوا كل مشوال، وبالعصر يا محلا مخابط نزيلة، ونشرف البادي على رؤوس الأقذال، والمال والمال كثر الزولة زوج جفيلة، تلامحت ما بينهم شهب الأذيال، ومن ضيع المفتاح وعز ثيله، ركبوا على طوعاتهم كل عيال، كل ابلج يحري بكسب النفيله، وتنادوا المفزاع ذربين الافعال، من قبل سبق سبق غارته تنتثيله، يبغون طوعه رؤوسهم حين الادمال، كل على يمناه يركض عديله، ان جا الكمي من دون عطرات الافعال، مروى ولحقم قحمينا الدبيله، وليات ثنوا كلهم يلبس تثنوى وليا تثنوى كلهم يلبس الشال، ومن صنع ومن صنع داوود بشوت ثقيله، لزم عليهم عله عقب الانهال وغاراتهم، كل ضيع كل يضيع دليله، والدم من قحص الرمك يشعل اشعال، يزعج على اوراق السبايا وشيله، هذه برعاياها من المعرقه مال، وهذه ضربها مطرق ما تشيله، من ضرب المقرس الماضي افعال، وفروخ صياد الحباري قليل، وفروخ صياد الحباري. بلا 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 جاني هاجس والله، تكفى بقول. لا تقول عند قصايد، لا ما بقولها والله، ولا تعد ولا بيت، تكفى والله والله قريح انا اعلم السالفه، تكفى هذا الجربه. أيوه. من شيوخ شمر. والله سكتني يمي. وقد قيل ما قلت هذا شيء، بقول شيء، وقيل فيهم الكثير الاوقات انه معروفين كرمهم. والله نعم. هذه قصيدة فجحان الفراوي المطيري يمدح عبد الكريم الجربة. يقول مقابل الجربان فرض وحجة، هم يجمع لهم كذا الجربان، حق علينا مثل فرض الصيامي، قيسني يمشي يمهم واتوجه لديار سمحين وجيه الكرامي، فهود الزراج اللي غش المال عجة، اللي أطار ستر معورجات الوشامي، بشلفني قضن أن حرمع مفجة، وحد بالسيوف اللي تقص عظامي، ولا الكرم ما في صجة ولجة، ما حد يغلطهم جنوب وشامي. هذه على طال الكرم، هذه سالفة صايرة الرجل مع قبيلة شمر. أبا أقول قصيدة مني، تكفى. لا تقولها. اسمعها والله. الله يرحم والديك. تكفى يا مني. لا تقولها. لا تعدها. إذا ما عجبت قول قول ما عاد عيدها. يقول من الحين ما عجبت. طب خلاص اشرب. يقول يا سعد يا منيف، سعد من رباك. رجال يقول كلمة ورجال يتكلم عن معاميله. أما اليوم شعر والله ضاع وانا فداك، ناس مطنوخه، اما اليوم الواحد شعره مثل بريالين بليله.
الله والله لو هفيتكم ذا والله اول مره اشوف واحد يساعد والله اسمع 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 ازعد ازعد اول مره اشوف واحد يهاجي نفسه لا لا ايوه انا صادق صح ازعد اي والله يعني اليوم الواحد يطلع لك لابس والله جنس وبدله حبيبي حبيبي ضاعت عيوني بدونك لا يا شيخ لا يا حبيبي ايش في يا مدير والله العظيم انا استمتع ولا غض النظر الحين اجلس عرفت اخوي اجلس بسولف لك سالفه ايش عارف يا خطر زي ما الشيلات من الحدار الشيلات دخيلها وين فواجد والله انت اللي حسته كل شيء الشيلات هم يجون كذا صحيح لا لا فواجد داخل لا لا هذا يقول لك رجل مضاف عليه في شيلتك سعد السبيعي اسمع قول والله اكثر واحد نقدت عليها لا يهنون ارد عنك وايل برد عنك وايل يكفي في شيلتنا في والله انت الذي ما صنيت ابغى احد لا الحين مع ذلك مع ذلك ناقد على سعد السبيعي ايش شايفني فارس البشيري انتم عاميله والله لا اشيلها وابيعها والله اني اخليها على راسي والله انتم عاميله كفو والله تقبل النقد عادي صح؟ اه تقبل النقد اسمع اسمع عفا يا ابو هذا يقول الرجل المضاف شمر عند شو اسمه جبه جبه عرفت تعرفون ديرة جبه وراح حايل 70 كيلو الوكاد انهم ما ادري من اللي سولفها لي والله من الربع قال اكرموه معزيبه والضيوف اللي كانوا عند المعزب وقتها هو ضيف اللي هم ربع المعزب الا والله كرامتك بكره الا والله غداك بكره الا عشاك بكره ويحالف عليهم كلهم قال والله اني ماشي الليله طلبوا مفتاح موتر الرجال هذا طلعوا وكلنا يروح يجيب من عند حلاله ذبيح اي والله سمعت خروف كلنا نجيب خروف يقول اللي يحمل يمكن 14 على موتر هذه يقولون كرامه دام انك ما انت قالط عندنا هذا يسوون عنده من القصيم سمعت ومن القصيم الظاهر الله سمعت الوكاد هو يمشي بليلتها ما ادري من اصبح ومشى ويمسكون نقطة تفتيش ورا حايل هم يوقفون يشوفون الحلال منين لك الحلال؟ لا ما قالوا له من الحلال قال له نقطة تفتيش كذا ورده قال اسمع هي حاجتين يا انت سارقه حلال يا انت ضيف نشمر قال له والله ضيف نشمر قال لي توكل على الله معروفين ما شاء الله تبارك الله بعد اهل شمر اهل الخير والله انت والله قبل شمر قبل يا شباب خله قبل يا شباب والله تعرفون خلنا نسالف كنها علشان يرتعبه شغلنا ذا حادوني حالة من سكع سكع مين فواق الطيارة عديناها سكع يا دكتور معاه مين ايش 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 والله قال معاه مين في احد صاحي ينشد في دلة صاحي انت والله من الطناخة ايوه من الطناخة ما هو يحصل ضحك والله من الفرت اللي دخل بغلطة يا اخوي يا ويلك من الله يا ويلك من الله شوف هذا تكلم دقيقه خلينا نتكلم عن سالفه اسوق السياره في ناس من واجد يعني علقوا عليها بعضهم التعليق ترى ما قصيده قصيدها ما بها اخلاق بلبل من راي الاداء لا بعد بعضهم بلدين هو ما حد ولا هو قصيده وفي ناس ما درت اساسا انها كلمات ولا يدرون وش السالفه يحسبونها سواليف عرفت ولا هي معناها على وزن وقافي اي وزن وقافي على يعني شو اسمه الله مصلي الحمد هذه تدخل الشعر التربوي هذا فن هذا فن من, من من الفنون وانا اول مره اكتب عليه لكني تحمست وعلمني وائل قال انا عندي كذا فلاش مو بها الحمد لله ضرب كتبت الله. على حاجتين الاولى فزعه الرفيع في مشروع يستاهل والله يستاهل خواجه الثانيه تجربه انا داخل هنا في برنامج هذا برنامج واقع يفتح لك برنامج شعري مسابقه شعريه علشان تقوله تكتب على طرق معين ولا على موضوع معين علشان تنافس به برنامج واقع فيه كل شيء ممكن تدخل شاعر تطلع منه ممثل صح تطلع منه منشد تطلع شنو جاهز مستراح ايه فلا تخلي شيء جرب كل شيء وانا يوم اللي دخلت في ايام زد فرصه قلت اقدم الشعر بكل المواهب بطريقه جديده وغير ذلك اني بكتب على كل شيء ما انا مخلي موضوع في القريه ولا اي شيء يمر الا اني بكتب فيه عرفت فمن ضمنها يوم جاء علمني وائل جتني الفرصة إن فزعة الخوي والفرصة الثانية إني أجرب أكتب على الفن هذا أول مرة أكتب عليه خلنا أي نكتب وسبحان الله كنت متفائل إنه بيجي لها صدر لا الحمد جاء علمني أنا وائل قال هذا اللحن نبغاه كذا وأكتب وتضرب جاء لها صدر وجاء لها عندها لكن في يمكن ما أدري أنا على الحاصل برا بس يمكن يجيك أحد من أهل الشعر مثلا
يقول والله انه طبعا يجي بين عيال بيننا مزح ان عيال يقول نقضي عليك من كتبته هو مزح ضحك يطقطق على والو علي لكن ممكن صدق يجيك واحد شاعر يقول والله يا سعد ليش تكتب على الفن هذا شاعر وقصايدك اللي ترى في ناس واجد استغربت ما حتصدق انها كلماتي انا استغربوا قال مستحيل سعد اكتب من اللي قال لك يا والد والله كثير ابو فزاع اقول لك الكلام اللي قال ابو فزاع ابو فزاع جاني بعد كلام اليوم قال لي ترى مونولوجيكا ضرب خليجيا ومشاهير شغلوه معاهم سيفهم قلت هذا فضل الله عز وجل هذا الادي ملائكته ابو ترى يعود الله ثم عز وجل ثم لهذا الرجل اللي سهر الليل والله الساعه 1 الساعه 7 انا مجرد اللحن تراثي جاهز لكن التعب كان على ابو غنى كثير كثير جدا لا بس قالوا انه مستحيل سعد كاتب معك ايوه كثيرين قلت لي ليش ليش ما كتب كثيرين ليش ما كتب وش المانع في ناس ممكن تنتقد اشيل تكتب على كذا انت شاعر على المنابر ولا قصايد ذا تكتب حاي ما في اي شيء هي كلمات توعيه انا ما نقصت من عمري يوم اني كتبت كلمات نظمتها على فن معين وجالها صعدة وهذه تعتبر من الشعر التربوي وبالعكس انا صار عندي حماس اكثر الحين بعد البرنامج في مواضيع ثانيه تربويه وغيرها على عده فنون اني بكتب عليها والله اما تستخدم في مسرحيات زي المسرحيه الله يقويك زي الممثل يا ابو غنى الحين في ممثل مجاله هو كوميدي بينما ما جرب التراجيدي اللي هو الحزن ولا دخل في الحزين نجح فتلاقي يلعب مرة هنا مرة هنا مرة هنا الأخبار الحلوة عرضت في مهرجان جدة قبل ثلاث أيام وشغلوها في البداية وتمنوا أنه طبعا هم وصلوا للاستئذان وصلوا لإدارتنا واستأذنوا منهم قالوا إحنا شغلها في مهرجان الكورنيش قالوا خذوا راحتكم فسبحان الله الفضل هذا كله والله أنا أعيد وأكرر والله يعود الله عز وجل من أصحابي اللي نجحوها ثاني شيء الفضل الكبير لهذا الرجال والله فضل والله لحظة أنت معي ولحن لك معك وعدل لك كلمات أنت معي أنت أضحك معي ترى والله ضحك كل اللي بالسيدي من هذا الرجال والله أضحك أطالع فيه ترى معي طالع بالنظر علي ذكبني في زد فرصتك عدل أطالع فيه وأشتغل يلا فاكر أبوه تعرفون سعد هذا جاك لا أبوه بالنظر علي جاك اللي طالع لا بس اللي كان يضحك بالنظر علي تعرفون أتمنح من يعرف يتمنى؟ تبي اجاوب انا ولا؟ لا خلى الشباب يتمنى يعني يعطيك يتفضل يهنيه ويبقى شيء يعطيك منحة منحة من هذا قبل الإيهاب قبل نعطيك هدية قبل الناس يوم الدنيا على قولتهم يمنحنا راضي ها؟ لا ما هو راضي قبل الناس يمنحك مثل شاهد خلفه كيف يمنحك اياها؟ يهابك اياها على شيء لا تمنحها كيف؟ يعطيك اياها هديه تنتفع منها و ما يعطيك اياها هديه لا تنتفع منها انت تقول فيها ويعطيك تنتفع منها وتردها هذه لا لمنها ولدت سواء الناقه ولا السلام. العنز ولا الشاة ولا الشاة قبل ابو فيصل قبل البدو اللي ما عنده شيء عرفت قبل اهم شيء ما عندهم ترى ما ياكلون لحم بس اهم شيء الحليب بل عرفت اللي ما عنده شيء يصير عنده شلون مثلا منيف عنده رعيه وش يسوي وائل ما عنده شيء طاطا ريال منه مثلا والدت عنده مثل ولد عنده دف وائل ما عنده شيء يروح لوائل تعال وائل انت ما عندك منايح تعال خذ يعزل ولدها عنها ويعطيها وائل يحلبها لين تغرز لا غرزت ترجعها وائل للرعيه واخذ وحده ثانيه هاي طول السنه زي كذا البدو ترى قبل منيحه يتمنحها عرفت السالفة؟ اي والله عرفت حتى لو ما عندك شيء يصير عندك شيء تحلب لك وعيالك هذا واحد اني قال له ابن حمشان ايه؟ تعرفون ابن حمشان يرجع الحوشان هذول اصلا الحوشان لمن القصيم لا ابن حمشان مو الحوشان خلي الحوشان هذا ابن حمشان يرجع مطيري ونعم والله من شيوخ مطير بعد هذا كان ساكن عند بالدير عندنا هو اخوانه حروب اخوانه من امه حروب عندنا في الديرة رجال كيري بكلام ذاك قبل وين أمتي يوم الدنيا على قولتهم رجال قبل لما الضيف جاء وين يروح أكبر بيت لا ما أكبر المتشطر دائما اللي يبي الناس تجيه يتشطر شوي عن الديرة ما هو بعيد يتشطر ويشوف عندها الناس هذا من الناس اللي كريم سبحان الله بعد وكرمه جاء له عيال وصار ومن بعده ما يعطونه يصرف لا يعطونه حق الذبايح حق بسطيفته من كرمه يجون وقبل عنده خير وكان يمنح
بعدين هو من الناس اللي منك اعطاك تمنحتها وغرزت وتجي ترجع له قال لا لك هديه لا ترجع خلاص خذها. ترى اللي دائما يمنح الناس ترى يبارك الله في حلاله. اقول لك شوف دارت الدنيا وما ادري صار عاد. المهم هذا الكلام يسولف هو على ابوي، هو رجال كبير يسولف على ابويا وبيسولف علينا. دارت الدنيا وما ادري صار باحوالها. المهم قال انا قال لاخوانه انا والله بطلع من الديره احوال ماشي صار تردت يوم ما فيها. قال انا بروح للحفر، احنا ديرتنا تبعد يمكن احفر اذا هي قطوع سيده يمكن 200 كيلو 200 شوي اذا هي هذا قبل. قال المهم قال انا بس ما عندي شيء الحين. قال اجل ما فيه الا وفي واحد عندي قالها ابن حميدي من ربعنا بعد يدين كبير رجال كبير راعي دين قبل ادينه شلون ياخذ له خليت رز لا 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 اي 10 تاريل او 5 تاريل ما في تقص تقصيد لا لا دار الحول تجيبها بعدين الرجل قبل ما في لا كفيل شيء امان الرجال لا نلزم كلمته رجعها يا منه دار الحول قبل يتم لو انه جايين عنده 10 تاريل وين 10 تاريل وش قبل ايام ايام الفرنسي ذا ما ادري وش يوم الريال 41 فرنسي ما يقارب يمكن 500 ريال 500 ريال قبل كم تساوي هو يتدين له 10 تاريل من ابن حميد يروح للحفر يدور الشغل ارزاق المهم يوم جاء قبل الحول كيف هو باله قال باقي يمكن 5 ايام وما قل بعد ويحل عليه. شوف بعض الناس عنده همه انه فلوس معه بس انه وين هو الحين بصيف يمكن تقريبا ويروح رجلي من الحفر ما في شيء قبل يوم انه المهم يوم انه جاء امساه الليل وفيه بدون هو يتعشى قبل يقطع النهود بيننا وبين الحفر احنا نفود النهود هذه عرضها يمكن يجي لها 20 كيلو واكثر المهم يتعشى يوم اصبح الصبح ويتلها بيقطع النهود من بدري المهم يوم انه النهود تعرف النهود تقطع لك عرق عرقين يحرك على طول فهم بالك على كيلو واحد كم عرق هذا اكثر من 20 كيلو المهم يوم انه جاء اخر عرق لو انه منتهي ما عاد فيه روح هو يعدي العرق الاخير واقرب سدره ويحفر لك تحتها ويدخل رؤسه هل كان ميت ما عاد يشوف لا والنهود لا فيها ظل ولا فيها شجر تظلل فيه ويدخل لك راسه تحت السدره اثاره مع التعب نعم انا تعبان وهل كان زي الاغماء وانسدر مع الظلال غفى هو يسولف يقول والله العظيم ما دريت الا اللي جاء يقول جايب لي طاستن هذا كبرها مليان الحليب يقول يشربني يقول لين طلع منه يقول خلاص ما عاد اقدر يقول يوم اني قفلت يقول وانا فوق هذا يتحلى يقول والله العظيم يوم اني قمت يقول والله اني استطعم الحليب انه بحلقي بترى يقول شبعان الحليب يقول اروح يقول النشيط وحذر على اخوانه عاد يمكن يبعد عنهم يمكن كانوا نازلين في السير عندنا شعبان يسمى السير يمكن تعرفون سمعتوا فيه شعيب السير انزل اخوانه ويعطونه له ركوب يركبه يروح للدير ويعطي الرجال فلوسه شوف شلون هذا احنا نتكلم عن اللي يعطون يقدمون الخير يلقونه شوف يقول بالحلم جاه يقول والله يحلف يسولف على ابوي يقول والله العظيم من يوم قمت يقول اني احس الحليب انه واصل لي خلاص ما عاد بشيء هذا بندر في قصه جميله وهذا رجال يسولف هذا قصه في عصرنا الحالي هذا رجال ربي اعطاه من الخير ما اعطاه المهم يوم اليوم لقي شاب بتبني اهله امه واخواته فقال له تعال اشتغل عندي واعطيك راتب المهم بدا يشتغل عنده كذا قال لي يا ولدي انا ما اضمن عيالي بكره لانه هو يعني الولد ذا من كثر ما يعني وده يرد جمال هذا الرجال صار بار فيه اكثر من عيال وعياله حسوا خافوا من هذا الولد يعني ضربوا حساب لهذا الولد كم قال له انا بعطيك مبلغ وافتح لك محل صغير زي حق الخضار وتوكل على الله قال له طيب اعطاه محل خضرة انت عارف محل الخضرة يدخل ملايين المهم الرجال اشتغل سنه ويكلمه سنتين ويكلمه 3 سنوات انقطعت اخبار الرجال هذا الكبير
والرجال ذا بدأ يشتغل 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 فتح محل محلين ثلاثة بدأ يفتح ثلاجات. المهم الرجال ذا ربي يوفقه وصار يجمع أرباح يجمع أرباح يجمع أرباح. في جاية يوم من الأيام يسأل عن الرجال هذا يسأل لف لف لقى الرجال هذا طفر ما عنده ولا ريال واحد ما أي هذا الرجل المليونير هذا طفر ولا يملك ريال واحد. سأل عنه عندك ما عندك طيب أوكي طبعا حافظ أول ريال المهم يعطي ويروح يزوره ولقى تعبان قال له يا كذا المهم صار بينهم سوالف فأعطاه ظرف قال له تكفى أنا الظرف هذا ما أبغاك تفتحه إلا لقد مشيت من هنا. قال له طيب فتح الظرف الظرف فيه قسطير وريال ففتح ريال لقى ريال قديم قديم ريال قديم من عهد الملك فهد من عهد الملك فهد عرف أن هذا هو ريال استلم عند الرجال هذا طيب وظرف فيه فلوس كبير كثيرة جيبوا للرجال هذا قال له المحل هذا كان أنا مطلع له ثلاث أرباح ثلاث رؤوس رأس للخير ورأس لك ورأس لي فهذا رأسك اللي جمعته لك الحين توكل على الله واشتغل أنا والله أنا وثلاجاتي كلنا تحت أمرك. قال له يا ليت أولادي يسوون زي ما أنت سويت. شوف بعد كم سنة رجع له دائما إذا فعلت خير في ناس تلقاه ترى الخير ما يضيع ترى والله الخير ما يضيع هذا قد من خير في أي مكان في أي مكان حتى هذا الخير مع الناس تلقاه ما بالك إذا بادرت بشيء لك أنت قدمته لك أنت مع الله عز وجل مع الله أيوة. وش بيصير لك والله صدق أنا يا حتى سمو شوف احنا نتكلم عن سمو الله العظيم هذا ها وقف نبح أنا والله العظيم الناس اللي أنا بقول لك كلمة واحسبها من اليوم يا أبو بندر علي أبو غنى أبو غنى طلع طلع من رأس ماله ثلاثة أبو غنى طلع ربح له وربح عن والدينه وربح خير أهل الخير سموه مدري إيش صح ولا لا أذكرك بعد عشر سنوات شوف أبو سمو أبو غنى أذكرك يا بندر احفظ الكلمة هذه وإحنا في هذا المجلس احفظها أي واحد ترى الله عز وجل يا أخي تكرمك ما أنت أكرم من الله الله بيكرمك دبل اللي أكرمته ما انت ما لو تحصي نعم الله والله يا ابوي ما في امل جالس تعطيه الله بيعطيك كان تعطي شيء يعطيك ربي دبل فترى تجاره مع الله من اجمل التجارات اربح التجاره مع الله لحظه انت